ضمن سلسلة من المؤتمرات يعقد هذا المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم حرصت عليه المؤسسة على مدار 7 سنوات ماضية لتشكل منصة للحوار الهادف ونافذة للخبراء والصناع والمستثمرين يطلون منها ويتواصلون مع صناع القرار والمسؤولين. تدعم رؤية الدولة في وضع استراتيجية اقتصادية متكاملة نحو اقتصاد متنام يقاوم الأزمات، يشجع الاستثمار، ويفتح أفاقاً لتنمية اقتصادية وعلى رأسها تنمية الصادرات في جمهورية جديدة. من المقرر أن يشهد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم عدد من الجلسات 5 جلسات رئيسية، وهي الأولى تتحدث عن الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير، الثانية عن البترول والغاز انطلاقة الطاقة، أما الثالثة جسور بوابة مصرية على الأسواق العالمية، والرابعة تتحدث عن النقل واللوجستيات ركيزة التصدير، أما الجلسة الخامسة التنمية العمرانية وتصدير العقار. يشهد المؤتمر كذلك جلسة تخصصية عن التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، الواقع والطموح. خير ما نستهل به يومنا آيات بينات من ذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا الشمس والقمر
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولأن لوسائل الإعلام الدور والمسؤولية في بناء الوعي تجاه قضايا المجتمع وتحدياته وتسليط الضوء على إنجازاته، أنشأت مؤسسة أخبار اليوم هذا الجسر السنوي من التواصل على مدار دورات سابقة. عن هذا المضمون نشاهد فيلما تسجيليا. أنا بحلم بتصدير على الأقل 100 مليار دولار. مئة مليار دولار صادرات، الحلم ممكن. قبل أكثر من 7 سنوات أطلقت مؤسسة أخبار اليوم مؤتمرها الاقتصادي الأول، إيمانا منها بدورها في خدمة الوطن وضرورة تعاون كل مؤسسات الدولة في نهضة مصرنا الحديدة. فكان هدفنا وسيظل دائما بذل كل جهد وطني مخلص يستهدف صالح الوطن ومصلحة الشعب، آملين أن نساهم في دفع مسيرة العمل والإنتاج والتغلب على التحديات التي تعترض طريقنا نحو الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، لنساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي أصبحت واقعا كان من الصعب أن نحلم به منذ سنوات. وبتوفيق الله ولد مؤتمر أخبار اليوم عملاقا، ووصل التميز حتى صار أكبر حدث اقتصادي سنوي في مصر، وقبلة لرجال المال والأعمال وخبراء الاقتصاد بالحكومة والقطاع الخاص. واليوم يتجدد اللقاء وتنطلق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي 8. 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن، الذي تم الإعداد له على مدار أكثر من شهرين. تم خلالهما عقد عشرات الجلسات واللقاءات وتبادل الأفكار بين أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر وكبار رجالات الاقتصاد من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وشركاء النجاح من الرعاة ورجال المال والأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين بالحكومة، لضمان الخروج بالمؤتمر في أزهى صورة وصياغة الجلسات والمحاور التي يتضمنها المؤتمر بما يخدم موضوعه وقضيته الرئيسية. 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن. ومن أجل تحقيق هذا الحلم كان لابد أن تكون هناك طفرة على مستوى الصناعة والتجارة والزراعة والبنية التحتية بآلاف الكيلومترات من الطرق والكباري والأنفاق والموانئ. فشهدت مصر في سنواتها الأخيرة ثورة حقيقية في كل العناصر التي تدعم زيادة الصادرات. من حقنا كمصريين أن نفخر بحجم الإنجازات على مستوى المشروعات القومية التي صار الحديث عنها بالأرقام أمرا صعبا، فأرقام الإنجازات في مصر تختلف وتتغير بالزيادة ليس كل عام أو كل شهر، بل كل أسبوع ويوم وساعة. طالما
ما ساهمت دورات المؤتمر عبر سنواته السبع السابقة في فتح حوار بناء وتبادل الآراء والأفكار التي انتهت إلى توصيات وقوانين ساهمت في رسم ملامح الطريق السليم أمام مجتمع الصناع والمستثمرين بما يصب في مصلحة وطننا الحبيب. وإن شاء الله تعالى تحقق فعاليات المؤتمر الاقتصادي الثامن بجلساته ومحاوره التي تغطي كل ما يتعلق بالتصدير كمشروع قومي، إضافة حقيقية في بناء مصر الجديدة حتى يصير الحلم واقعا. قسما بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. إذن الحلم ممكن، تنمية الصادرات، المشروع القومي، وهذه الرؤية التي خرجت عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حراك يشهده المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم يصدر عنه طرح الأفكار والحلول العملية والعلمية نحو خارطة طريق مشتركة لتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات. كلمة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة نائبة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، الضيوف الكرام، نرحب بحضراتكم في رحاب الحدث الاقتصادي المهم الذي ينتظره الجميع سنويا، مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الثامنة هذا العام. هذا المؤتمر الذي تحول إلى أحد أهم الملتقيات الاقتصادية السنوية بمصر إن لم يكن أهمها، المؤتمر الذي ولد عملاقا وحافظ على نجاحه وتميزه وأهميته ويحرص على التجديد والتطوير والتحديث عاما بعد عام ليكون محط أنظار المجتمع وموضع انتظار الحكومة ومجتمع الأعمال. الكل يتوق لمتابعة المناقشات المهمة والمثمرة والثرية بجلسات المؤتمر، مدركا أنه بنهاية تلك الجلسات يتوج المؤتمر فعالياته بتوصيات مهمة وتصورات مبتكرة لطالما قادتنا إلى حل الكثير من المشاكل التي قد تعيق من الانطلاقة الاقتصادية الكبرى. الضيوف الكرام، يحرص المؤتمر كل عام على اختيار عنوان له تدور حوله فعالياته، وهذا الاختيار لم يكن أبدا من قبيل الصدفة، إنما مبني على دراسة ودراية بأحوال اقتصادنا القومي وحاجته الملحة إلى دفعة قوية في اتجاه معين لتذليل كل العقبات أمام انطلاقه ونموه وتطوره. وجاء عنوان مؤتمرنا هذا العام معبرا عن حلم اقتصادي مهم لطالما اعتبره البعض ضربا من الخيال يصعب تحقيقه، ألا وهو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. لكن ومصر الآن تحقق المعجزات في جميع المجالات بقيادة وطنية حكيمة ومخلصة وواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن حلم 100 مليار دولار صادرات أصبح ممكنا، بل ونضيف أنه أصبح واجبا قوميا وهدفا وطنيا علينا جميعا أن نصل إليه ونحققه في أسرع وقت ممكن. الحضور الكريم، عندما نؤكد أن حلم 100 مليار دولار صادرات أصبح ممكنا وسهلا فهذا ليس مجرد أمنيات أو كلام مرسل، إنما حقيقة واقعة تقف على أرض ثابتة وراسخة وواثقة من تنمية شاملة تشمل كل شبر في ربوع مصر المحروسة وبنية تحتية متكاملة وعلى أعلى مستوى عالمي تمهد الأرض أولا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وثانيا لتلبية جميع متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات، ثم بيئة تشريعية حديثة وحوافز استثمارية وتسهيلات حكومية تزيل أي لبس وتمنع أي معوقات
وتفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الجاد لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار حول العالم. إنما وصلت إليه مصر من نهضة اقتصادية نالت إعجاب العالم ما كانت لتصل إليه إلا بقيادة وطنية حكيمة ومؤمنة بقدر وقيمة وقامة وطننا، قيادة تصل الليل بالنهار بحثا عن كل ما يحقق آمال وطموحات الشعب وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتدرك أن الأساس لتحقيق تلك الحياة الكريمة اقتصاد قوي وناهض يناسب الإمكانيات اللامحدودة لمصر وشعبها من خلال خطط علمية مدروسة تقوم على إعدادها وتنفيذها حكومة وطنية مخلصة تعمل بدأب كبير وفكر متطور وعمل منظم متناغم يقوده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعه كل أعضاء الحكومة. وأثمر هذا الجهد الوطني المخلص عن نجاحات كبرى أشاد بها العالم. وما كان لكل هذا أن يتحقق وما كان لمصر أن تنطلق لولا شعورنا جميعا أننا في بلد آمن ومستقر تحمي مقدراته قوات مسلحة قوية تقوم بمهمتها المقدسة في حماية أمننا القومي والزود عن مصالح مصر وشعبها في كل اتجاه. ورغم جسامة تلك المهمة إلا أن قواتنا المسلحة لا تبخل بأي جهد يساعد في تحقيق النهضة الاقتصادية الكبرى لمصر، ولا نستطيع أن نغفل الجهد الوطني الكبير للشرطة بكل أجهزتها لتنشر الأمن والأمانة في ربوع الوطن. الآن وأمام كل هذه المعطيات وأمام الخطى الثابتة التي تسير بها مصر لإطلاق الجمهورية الجديدة التي يحلم بها شعبها منذ عقود، أعتقد أننا جميعا نثق أن حلم 100 مليار صادرات ليس صعب المنال، بقى أن ندرك كيف نحققه. وهذا هو الهدف السامي لمؤتمرنا الاقتصادي في دورته الثامنة الذي نحن بصدد إطلاق فعالياته بعد قليل. وللعلم فإن ما سيتم اليوم إنما يكلل جهد وعرق أكثر من شهرين ماضيين بدأنا خلالهما الإعداد للمؤتمر بجلسات تحضيرية عديدة جمعت رموز الاقتصاد المصري للمناقشة والبحث والتجهيز لإنجاح مؤتمرنا، والذي سيشهد حوارا لن تنقصه الصراحة بين ممثل الحكومة ومجتمع الأعمال للخروج بتوصيات مهمة تكون لبنة قوية في بناء الحلم الوطني للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار في أقرب فرصة. وإننا على ثقة أن المؤتمر سوف يحقق نجاحا كبيرا في تحقيق الهدف الذي انعقد من أجله. وسوف تشمل فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي 5 جلسات عامة تناقش قضايا التنمية الصناعية والاستثمار والتمويل والطاقة ومشروع جسور للعبور للأسواق العالمية والنقل واللوجستيات والتنمية العمرانية وتصدير العقار، إضافة إلى جلسة تخصصية حول التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية. ثم نلتقي في ختام يومنا لاستعراض أهم ما شهدته تلك الجلسات من حوارات ومناقشات وأهم ما أسفرت عنه من توصيات. والله تعالى ندعوه أن يوفقنا جميعا لما فيه صالح وطننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطالما شاركت الصحف القومية عبر سنوات من الزمن في طرح قضايا الوطن واحتياجاته من خلال أقلام كتاب وصحفيين وخبراء عرضوا وجهات النظر وأيضاً سيناريوهات وبدائل الحل على الرأي العام المصري، ليأتي دور الهيئة الوطنية للصحافة للتنسيق والتكامل بين المؤسسات الصحفية القومية ومواقعها الإلكترونية، وكذلك تأهيل العنصر البشري على مهارات التواصل والتفاعل بما يتواكب مع متغيرات العصر. كلمة المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، الحضور الكريم، في البداية أتوجه لكم جميعا بالتحية والتقدير لحضوركم الكريم في فعالية جديدة تنظمها مؤسسة أخبار اليوم ضمن سلسلة من الفعاليات المستمرة التي تنظمها
المؤسسات الصحفية القومية وبدعم مستمر من الهيئة الوطنية للصحافة. تأتي هذه الفعاليات لتؤكد على الدور الرئيسي للمؤسسات الصحفية القومية في بناء الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، بالإضافة لدورها الأصيل في التنوير والتثقيف. السادة الحضور، اسمحوا لي أن أوجه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم الدورة الثامنة لمؤتمرها الاقتصادي، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. هذا المؤتمر الذي بات منصة سنوية مهمة للصناع والمستثمرين والخبراء والمسؤولين، والكل يعمل نحو هدف واحد هو مصلحة الوطن ودفع اقتصاده إلى الأمام. تحت عنوان 100 مليار دولار صادرات الحلم ممكن، ينطلق المؤتمر في نسخته الثامنة مستهدفاً البحث عن أفضل الآليات وأنسب الخطط وأقصر الطرق التي تضمن تحقيق هذا الحلم خلال فترة زمنية محددة بمشاركة فعالة من المجتمع وعرض أوراق عمل جادة ومناقشات ثرية ورؤى واقعية تقيم الأوضاع الراهنة جيداً وتضع استراتيجية الانطلاق. الحضور الكريم، قطعت الدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شوطاً كبيراً وفق استراتيجية إصلاحية شاملة لبناء جمهورية جديدة امتدت أثرها الخضراء لكافة المجالات، واليوم تتوالى مساهمات وفاعليات المؤسسات الصحفية القومية ويزداد دورها يوماً بعد يوم، دعماً للدولة وظهيراً قوياً ومسانداً في قضايا الوطن وأولوياته، وأداة رئيسية للتنوير والتثقيف. والهيئة الوطنية للصحافة تجدد التأكيد على الدعم القوي والمتواصل للمؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من أداء دورها على الوجه الأكمل كأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة. وختاماً أكرر شكري لمؤسسة أخبار اليوم ولكم جميعا، وأتمنى لمؤتمركم النجاح ولمصر كل الخير والنماء إن شاء الله. شكرا جزيلا جدا. ولأن كلمة السر في نجاح الجمهورية الجديدة تتمثل في إرادة شعب ورؤية رئيس، تعمل كافة مؤسسات الدولة يداً بيد ووسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة للدولة وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للشعب المصري. كلمة الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، معالي الوزراء والسفراء، السادة النواب ورجال الصناعة والمال والأعمال، زملائي الأعزاء، أهلاً بكم في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثامن. عندما تأسست أخبار اليوم قبل 77 عاماً على يد العملاقين مصطفى وعلي أمين، لم يكن الهدف فقط أن تكون إصداراتها في صدارة الصحافة المصرية والعربية، وهو ما تحقق. فمبادرات المؤسسة لم تتوقف لخدمة قضايا الوطن والمجتمع، من عيد الأم وعيد الحب إلى ليلة الأد وأسبوع الشفا، وصولاً إلى المؤتمر الاقتصادي، المؤتمر الذي تحول إلى أيقونة في قلب العمل الوطني الجاد الذي يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتحقق نهضة شاملة تنتقل بمصر خلال 7 سنوات من صفوف أشباه الدول إلى دولة قوية قادرة تمتلك قدراتها الشاملة. مؤتمرنا هذا العام عن حلم الرئيس للوصول بصادراتنا إلى 100 مليار دولار،
والحقيقة أن الرئيس السيسي فتح أمامنا أبواب الحلم، والأهم أننا تعودنا معه أن تحقيق الأحلام مهما بدت مستحيلة هو أمر ممكن، وما حققته مصر السيسي في 7 سنوات يدفعنا لأن نرفع رؤوسنا عالية ونباهي بدولتنا الأمم. ولأن تحقيق الحلم ليس مستحيلاً، فنحن نثق أن المناقشات الجادة التي سيشهدها المؤتمر بحضور الحكومة ورجال الصناعة والمال والأعمال ستضيف رصيداً جديداً وتمنح قوة دفع حقيقية ليتحول الحلم إلى واقع تلمسه قلوبنا قبل أن تراه أعيننا في أقرب وقت. أخبار اليوم ستظل تقوم بدورها في خدمة قضايا الوطن العظيم والشعب العظيم، والصحافة القومية ستظل منبراً للتنوير وصناعة الوعي ورد الفتن، وستظل الجسر الذي ينقل الحقيقة بلا رتوش، وفوق صفحاتها تتلاقى رغبات وتطلعات شعبنا العظيم مع الجهود الصادقة لحكومتنا. حفظ الله مصر وزعيمها وشعبها وجيشها ومؤسساتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. $100 مليار صادرات الحلم ممكن، هدف طموح ونقاشات بناءة ما بين الخبراء والصناع والمستثمرين ورجال الدولة المسؤولين عن تنفيذ رؤية سياسية حكيمة ورشيدة، وبما يتوافق مع رؤية مصر في تنمية مستدامة 2030. كلمة الأستاذ أسامة صالح، أمين عام مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، السادة الحضور الكريم، نرحب بكم للمرة الثامنة به مؤتمر أخبار اليوم. الحقيقة أنا شرفت أن أنا كنت معاهم لحد النهاردة في 6 من المؤتمرات. النتائج اللي كنا بنعلنها في نهاية كل مؤتمر وكنا بنبعتها للسادة المسؤولين، وكانت وزارة التخطيط بتتابع معانا تنفيذ هذه التوصيات، كان لها أثر كبير جدا جدا في مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في خلق بيئة استثمارية جيدة، ساعدتهم خلال السنوات اللي فاتت دي إن احنا نقدر نعمل هذا النمو ونحافظ عليه رغم الظروف العديدة اللي كانت صعبة في وقت كورونا وأزمات أخرى، ولكن الحمد لله شرفنا إن احنا قدرنا نساعد ولو بحاجة بسيطة في بعض من التوصيات اللي ساعدت على قرارات فعلا مؤثرة وساعدت الجميع في حدوث طفرة جيدة في وقت صعب للاقتصاد. الحقيقة طبعا هم فاجئوني النهاردة إن أنا أقول كلمة، لكن أنا طبعا في أي وقت بحب إن أنا أرحب بيكم ونسعد بوجودكم معانا وتوصياتكم، وإن شاء الله من خلال الجلسات النهاردة يكون في تفاعل جيد ونقدر نطلع توصيات جيدة تقدر إنها يكون ليها تأثير إن شاء الله في الفترة القادمة. وأشكركم وبرحب بيكم، ونشكر أخبار اليوم والقائمين عليها دايما باهتمامهم بمشاكل الوطن، وإن شاء الله حفظ الله مصر وحفظكم جميعا، وأشكركم والسلام عليكم. جهود كبيرة يقدمها قطاع البترول والغاز وفق استراتيجية قومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة، بما يساهم في دعم الاحتياجات الأساسية للدولة ويدعم جهود التنمية المستدامة. كلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزراء، السيد المهندس رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، السيد رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، السيد رئيس تحرير الأخبار، السادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن نتوجه بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم العريقة على الدعوة الكريمة وعلى تنظيمها لهذا المؤتمر بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والاستفادة من ثماره في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. تتعاظم أهمية هذا الحدث في وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا جميعا أن نفتح نقاشا معمقا حول السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ومشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت. السيدات والسادة الحضور، لقد عانى قطاع البترول مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011، وواجهنا تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول والثروة المعدنية المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، بل كان يمثل قطاع البترول تحديا للاقتصاد القومي ذاته نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات، مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود. وعلى الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في 30 يونيو 2013، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، كما نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وخلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030. واسمحوا لي أن أستعرض بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة. ساهم قطاع البترول والغاز في عام المالي 18-19 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن من المساهمة بحوالي 24% من الناتج الإجمالي المحلي في 2019-2020. حقق قطاع البترول رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2021، بواقع تصدير 1,000,000 طن بنسبة زيادة قدرها 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من 2021. تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 18-19 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه. بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها حوالي 1,200,000,000 جنيه. تنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز من الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلى 845 مليون دولار في يونيو 21، وهو ما يعادل تقريبا متوسط فاتورة شهرية، مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار 2013. ساهم ذلك في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل. نجح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار. كما نجح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لمليون ومئتين ألف وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل تم تحقيقه منذ بداية النشاط، ليصل إجمالي ما تم توصيله من عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية، 50% منها تم خلال السبع سنوات الأخيرة. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يستهدف القطاع توصيل أكثر من 4 مليون وحدة سكنية من خلال دخوله ل 1436 قرية. وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي، نجح قطاع البترول في تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى اليوم، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز. كما بلغ إجمالي عدد المحطات تموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى 520 محطة. جاري تنفيذ خطة لتطوير مصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول للتحقيق اكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، والتي تتضمن سبع مشروعات باستثمارات حوالي 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية الرئيسية. تم تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة التداول ونقل وتخزين البترول والغاز، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1250 كيلومتر وبتكلفة استثمارية حوالي 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال حوالي 950 كيلومتر وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وامتداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم. وفي إطار خطة قطاع البترول لتعظيم القيمة المضافة لموارد مصر من البترول والغاز، تم تنفيذ مشروعين للبتروكيماويات بدمياط والأسكندرية باستثمارات حوالي 72 مليار جنيه، مما يحقق زيادة في كميات الإنتاج لتصل إلى 4 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على إنشاء العديد من المشروعات البتروكيماوية خلال الخطة القادمة باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه. وفي إطار دور مصر المحوري في المنطقة، فقد نجحنا في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي، وتمكن المنتدى من لفت الأنظار والمؤسسات الدولية وإشراك الدول العظمى مثل فرنسا كدخولها كعضو وأيضا الولايات المتحدة كمراقب، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية الغير مسبوقة. ويعد التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات على رأس أولويات قطاع البترول، حيث بادر القطاع بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة، فضلا عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين في مصر. وتعد استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ فرصة كبيرة لتعزيز جهود القطاع في هذا الصدد، وذلك من خلال التعاون مع دول العالم
وشركائنا من الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة. الحضور الكريم، لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف، سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية أو شرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، كما أن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق. ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر. يدعمنا في ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الدولة، وأننا نسعى من خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث السنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعزيز دور مصر في المنطقة. وأخيرا اسمحوا لي في النهاية أن أعرب عن سعادتي مرة أخرى للمشاركة في هذا الحدث المتميز، متمنين للجميع حضورا طيبا ومشاركات ونقاشات مثمرة ومفيدة، متمنين النجاح للمؤتمر ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرص واعدة وكل في مكانه وموقعه. طفرة هائلة شهدها قطاع الكهرباء والطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نجحت من خلالها في تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى وجذب الاستثمار وزيادة صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار. كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري مشاركة حضراتكم الكريم اليوم في فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته الثامنة، والذي يعقد تحت عنوان 100 مليون دولار صادرات الحلم ممكن، والذي يعد بمثابة منصة وطنية تقدم رؤى للاقتصاد المصري وكيفية استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات من مشروعات قومية، كما يعتبر بحق فرصة جيدة لدراسة فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية. في بداية كلمتي أتوجه بالشكر لدار أخبار اليوم المنظمة لهذا المؤتمر الهام، الذي تحرص دائما على أداء دورها الرائد في إلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومي. كما لا يفوتني أن أشيد بالنجاح الذي تحقق المؤتمر في نسخه السابقة والدور المتميز الذي قامت به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة الماسة بالاقتصاد المصري. السيدات والسادة الحضور، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة المناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد وبمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة. وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها. وضعت الدولة رؤية مصر 2030 بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة
ويشمل ذلك معالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة للاستصلاح الزراعي، مشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة، مشروعات تحلية مياه البحر، معالجة المياه الصرف الصحي والزراعي، مشروعات الطرق الأساسية الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عقدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الامتداد والاستدامة والإدارة الرشيدة. وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات تبلغ أكثر من 28 ألف ميجاوات. القدرة الإسمية المركبة في الشبكة في الوقت الحالي بتبلغ حوالي 56 ألف ميجاوات، وقدرات متاحة يومياً بتبلغ في حدود 47 أو 48 ألف ميجاوات. بهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية. السيدات والسادة الحضور، استكمالاً لهذه الجهود وفي إدارة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية ومشاركة وزارتي البترول والكهرباء في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة حتى عام 2035، والمتوقع فيه أن تكون الطاقة المتجددة بيبلغ في عام 2035 حوالي 42% من الاحتياج. في ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقة المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية، تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالي 90 ألف ميجاوات. قد تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. يمكن أحب أضيف هنا أن احنا بنعتمد اعتماد كبير جدا، إن لم يكن اعتماد كلي، على القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. نتيجة لهذه الإجراءات أصبح القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، على فكرة القطاع الخاص المحلي والعالمي أيضا، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاعين الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع على رأس مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة. وفي عندنا مجموعة من الوسائل لها، سواء بيدخل عن طريق البي او أو طريق اي بي سي أو بلس فاينانس أو مناقصات تنافسية وخلافه. استطاعت مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها. يمكن المثل الحي قدامنا هو مشروع بنبان، اللي بيبقى تم إنشاء مجمع لإنشاء الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بيبلغ قدرته 1465 ميجاوات، واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم، هو الأكبر في أفريقيا والشرق الشرق الأوسط، ويمكن يمكن ثاني أو ثالث مشروع على مستوى العالم من ناحية القدرات. فاز بجائزتين عالميتين، وفاز بجائزة البنك الدولي في عام 2019. اتكلف تقريبا في حدود 2 مليار دولار، كلها استثمار رأس مال أجنبي، معظمها رأس مال أجنبي. هذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. يمكن جديد بالذكر أنه جاد التحقق حالياً مع عدد المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية، وانخفض السعر، إحنا وصلنا النهاردة إلى 2 سنت لكل كيلوات ساعة في الطاقة الشمسية، وحوالي 3 سنت لكل كيلوات ساعة بالنسبة لمشروعات الرياح. بإجمالي القدرات المركبة اللي تم إنتاجها بين المحطات الطاقة المتجددة حوالي 6128 ميجاوات، ده في الوقت الحالي. يمكن في نهاية العام ده يمكن هتزيد الرقم ويبقى حوالي 6378 ميجاوات في نهاية كده، وفي نهاية عام 2022 هيبلغ الرقم ده، يصل إلى حوالي 2023 متأسف، يصل إلى 10000 ميجاوات. احنا وصلنا حقيقة
إلى تقريبا يمثل 20% من الحمل الأقصى، القدرة القيمة المركبة في الشبكة حوالي 20% من الحمل الأقصى، وصلنا لها قبل الموعد اللي احنا كنا محددينه قبل ذلك. السيدات والسادة الحضور، لقد أثبتت مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أن لها العديد من الفوائد، منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية. من هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الذي يلعب دورا هاما في تعزيز أمن الطاقة. تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي. احنا عندنا ربط مع شرقا مع الأردن الشقيق، غربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان. يجري حاليا العمل على مشروع كبير جدا للربط مع السعودية، وقد تم بالفعل توقيع العقود مع المقاولين، يعني ابتدى تنفيذ المشروع فعلا في هذا الأمر. ايضا احنا عملنا مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وأبرس لبدء الدراسات المعمقة لمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية، وبتسمح بتبادل لغاية حوالي 3000 ميجاوات. مش عايز أقول لحضرتك، احنا كنا، أنا كنت جاي من مؤتمر للطاقة في أفريقيا، وكان المؤتمر دوت معمول في إنجلترا، وعرضنا الدور اللي قامت بيه مصر في الفترة الماضية، وأيضا عرضنا الموضوعات الخاصة بالربط الكهربائي والطاقة المتجددة، وهناك يعني الرغبة هائلة في الاستثمار في هذا المجال، لدرجة أن في بعض المستثمرين العالميين مستعدين يشاركوا في تمويل والمشاركة في إنشاء خطوط الربط خاصة مع أوروبا. سيدات السادة الحضور، يأخذنا الحديث عن الطاقة إلى التحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء والمياه والبنية التحتية والصناعة والصحة والتنمية الحضرية وكافة الأنشطة الاقتصادية. ما زال لدينا أيضا الكثير من المشروعات والأفكار والأمال التي نسعى لتحقيقها في مجال الطاقة. الهيدروجين الأخضر أيضا يحظى باهتمام كبير باعتباره مصدرا واعدا للطاقة النظيفة في المستقبل، وده بيحظى النهاردة على مستوى العالم يعني شغف كبير من كده، واحنا بنتعاون في يعني وزارتي الكهرباء والبترول بيتعاونوا في هذا المجال. في لجنة وزارية تمت على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة، ويجري أيضا دراسة مجموعة من المشروعات الريادية مع عدد من المشروعات الشركات العالمية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بقدرات تتراوح. احنا بنعمل حوالي في 5 مذكرات تفاهم تم توقيعها لعمل مشروعات بايلوت بروجكت، مشروعات تجريبية ريادية في الأول تتراوح قدرتها من 100 إلى 200 ميجاوات، ويمكن أحد هذه المشروعات إن شاء الله يمكن يتحقق ويدخل في الخدمة فعلا في أكتوبر عام 2022. ده بيشارك فيه القطاع الخاص بدور كبير جدا، وإذا احنا نجحنا في هذا الأمر معناه أن احنا هندخل كوب 27 إن شاء الله، وإحنا عاملين أول مشروع أو أكبر مشروع يمكن على مستوى العالم في مجال الهيدروجين الأخضر في الوقت الحالي. استخدام السيارات الكهربائية أيضا هي أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصري لطرح السيارات الكهربائية. بالإضافة احنا أيضا وضعنا تعريفة لشحن السيارات الكهربائية، وأنا أعرف أن زميلنا مع الوزير هشام بتوفيق أيضا بيسعى جاهدا لإنشاء خطوط إنتاج لسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية. أيضا إحنا مصر بتسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة اللي بيسموها waste energy. اعتمد مجلس الوزراء تعريفة للتغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والتي تشمل مخلفات البلدية الصلبة ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي والغاز الحاوي الناتج عن المدافع الصحية. الحكومة المصرية أيضا قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال، وهي فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذه المشروعات. كما تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمستجمعات العمرانية لتحلية المياه. في ختام كلمتي لابد أن أؤكد على أن الطاقة تعد المورد الأغلى في حياة الإنسان، فدعونا نعمل جاهدين على استكمال مسيرة التنمية لمواجهة كافة التحديات والصعوبات. إن طريق البناء صعب ومرهق ومكلف، والمضي فيه يحتاج لعزيمة وإرادة، لكن من المؤكد أن الوصول لنهايته يحقق طموحات هذا الشعب العظيم الذي دفع الغالي والنفيس انتظارا لأن يحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت العالم كل
طريق التقدم. يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، مع خالص أمنياتي أن يؤتي هذا المؤتمر بثماره المرجوة وأن يتم خلاله إدارة مناقشة جيدة بين كافة المختصين بقطاع الطاقة في مصر. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدابير واسعة اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار والوصول إلى التنافسية العالمية، انعكس في مؤسسات دولية وإشادات خرجت بتصريحات تتحدث عن إيجابية الاقتصاد المصري واستقراره، خاصة أمام أزمات مختلفة ربما على رأسها ما اجتاح العالم من فيروس كورونا، وهو ما حفز الحكومة لوضع برنامج يدعم تنمية الصادرات نحو معدلات نمو مستدامة. كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تلقيها نيابة عن سيادته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية وبالإنابة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي في الحكومة أن أتوجه بخالص الشكر لدار أخبار اليوم لتنظيمها لهذا الحدث والذي يعقد للمرة الثامنة على التوالي، تزامناً مع الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري من زيادة في معدلات الاستثمار سواء الأجنبي المباشر وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي. ومن أجمل المسميات لهذه المؤتمرات المسمى اللي موجود النهاردة اللي هو 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن. أظن إن شاء الله إن هو ممكن، إحنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا وأنا واثقة إنه ممكن. هستعرض معاكم بعض المحاور اللي بنشتغل عليها اللي فعلا ممكن من خلال المناقشات اللي هتدور في جلسات اليوم والتوصيات اللي احنا هنخرج بيها هنقدر فعلا ان احنا نحقق شعار هذا المؤتمر ان 100 مليار صادرات حلم ممكن تحقيقه. السادة الحضور، لدينا في الوزارة 5 محاور بيبقى هدف اساسي ان احنا بنشتغل عليهم. هذه المحاور منبثقة من استراتيجية 2030. أول محور منهم هو محور التنمية الصناعية، تشجيع المشروعات الصغيرة، تحسين منظومة التدريب الفني، رفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية، وهو ما يؤدي كله إلى تنمية الصادرات ورفع معدلات التصدير. تهدف هذه الاستراتيجية بمحاورها لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقود القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر يحقق نموا شاملا ومستداما، يعظم القيمة المضافة، يخلق المزيد من الفرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعبا أساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي وتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية. لقد بذلت وزارة الصناعة مجهودات كبيرة حيث تم تحديد العديد من الفرص الاستثمارية التي تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد صناعات مغذية وتكميلية مطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يساهم في سد الفجوات السوقية وفي نفس الوقت زيادة معدل الإنتاج وبالتالي معدل الصادرات. لقد قامت الوزارة بإصدار عدة قوانين لتيسير العمل، خلونا نتفق ان احنا محتاجين زيادة في معدلات التصنيع والصناعة وبالتالي تؤدي لزيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة معدلات الصادرات. فكان من اهم القوانين اللي اشتغلنا عليها قانون التراخيص الصناعية، اللائحة التنفيذية، تبسيط اجراءات الحصول على التراخيص، لان دي تعتبر من اكبر التحديات اللي بتقابل رجال الاعمال ورجال الصناعة، فضلا عن تعديل آلية تخصيص الأراضي الصناعية.
بالإضافة لكده لقد تم إقرار برنامج للمساندة التصديرية هذا العام احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز لزيادة معدل الصادرات. كان من أهمها أن الحصول على المساندة التصديرية مرتبط بفتح أسواق جديدة، مرتبط بزيادة صادراتنا لأفريقيا. كان من أهم التحديات اللي بتقابل زيادة الصادرات وخاصة لأفريقيا هي تكلفة الشحن، فكان من أهم محاور هذا البرنامج هو أن احنا بنتحمل كحكومة 80% من تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا. وأنا أظن أن هذا البرنامج بمحاوره اللي احنا اشتغلنا عليها واللي كنا حريصين تمام الحرص أن احنا ننسق فيه مع السادة أعضاء المجالس الصادرية والسادة المصدرين على أساس أن هو يكون النفع فعلا بشكل متكامل وشكل متميز. بالإضافة لما سبق، تفضل فخامة الرئيس بالتصديق على إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتمدنا لائحته التنفيذية في مجلس الوزراء. هذا القانون برضو تضمن الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي بتستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري. لم يتوقف دور الحكومة عند هذا الحد، بل قام مؤخرا بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي يستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية. البرنامج الإصلاحات الهيكلية اعتمد على ثلاث قطاعات هامة، أهمهم قطاع الصناعة التحويلية، قطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات. فيما يخص قطاع الصناعة المصرية، كان أكثر ما محاور ركز عليها هو زيادة مؤشر الصادرات، وهو نفس البند اللي احنا النهاردة بنشرف ان المؤتمر يكون عنوانه زيادة الصادرات ل100 مليار دولار. لا يفوتني في هذا الصدد الإشادة بالدور الذي لعبه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والذي يعد شريكا لا غنى عنه في أي تنمية اقتصادية، فقد شارك جنبا إلى جنب في جهود التنمية والترفيق، حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطورين القطاع الخاص، حيث تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة، التي يتوافر فيها مراكز للتدريب، مراكز لتطوير الأعمال، مراكز لوجستية، ومناطق للخدمات. بلغ معدل الإشغال في تلك المناطق ما يقرب من 95%، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق. سيدات والسادة، لا يخفي على أحد ما تعاني منه اقتصاديات العديد من دول العالم جزاء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، التي وعلى الرغم منها إلا أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنبا إلى جنب مع الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة تلك الجائحة قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، حيث أشارت بأن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعيات السلبية لأزمة كورونا، ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الماضية من العام الجاري، التي شهدت قيمة في زيادة معدل الصادرات تجاوزت 24% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. تأسيساً على ما سبق، فإننا وبكل ثقة بندعو الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري، استغلال العمق الاستراتيجي والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية، التي تتيح النفاذ إلى تلك الدول بمميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة. في النهاية، بتوجه مرة أخرى بالشكر للسادة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، متمنية لهم وللسادة الحضور مؤتمر فعال. وأنا في أشد متشوقة جداً إن أنا أتطلع للتوصيات اللي هتطلع من الجلسات، لأن إحنا أكيد هتكون هذه التوصيات يعني مساندة لينا في اتخاذ قرارات، في اتخاذ سياسات، إجراءات كلها توصلنا للهدف اللي احنا بنرجو إليه، زيادة معدل صادراتنا لـ100 مليار دولار. والحلم ممكن إن شاء الله، ممكن بدعمكم
وبمساندتكم وبعملنا وبشغلنا إن شاء الله. شكرا. $100 مليار صادرات. الحلم ممكن، الحلم ممكن بإرادة صلبة وعمل دؤوب بأياد مصرية. أرجو من السادة الحضور التزام المقاعد لأن أولى جلسات المؤتمر ستنطلق الآن وهي بعنوان الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير.